حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج إيتاك، حيث الأخبار والأحداث والمواضيع اللي راح نتناولها في هذا البرنامج. فاصل قصير ومنصة الفيسبوك، خليكم ويانا لا تروحون بعيد. رجعنا وياكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك، حيث الأحداث والمواضيع والترندات اللي دائما ما تكون موجودة في هذه المنصة. ولكن الحدث الأبرز اللي كل العراقيين حاليا يعانون منه هو ارتفاع درجات الحرارة، الشيء اللي غالب على معظم محافظات العراق. ولكن ارتفاع درجات الحرارة بالعراق مو شيء طبيعي ولا شيء قانوني، يعني فشي نازل من يعني من بركان، كأنما بغداد في بركان. يعني بصراحة حاليا اللي جاي نعيشه في بغداد وباقي المحافظات هو شيء خيالي بارتفاع درجات الحرارة. إليكم التقرير الصادر من هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن الارتفاع في درجات الحرارة التي سوف تشهدها البلاد، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 درجة مئوية وما فوقها، خصوصا في المناطق الجنوبية. طبعا هذا جدول موضح بارتفاع درجات الحرارة، طبعا هذا من الهيئة العامة للأنواء الجوية. مثل ما تلاحظون في الجدول، بغداد يوم الأربعاء 19/6 50 درجة مئوية. ترى 50 درجة مئوية يا أخوان نصف درجة الغليان. بس ما أعرف العراق ليش يشرب شاي ساعة بثلاثة الظهر، ما أعرف. وأيضا يوم الخميس راح تكون 50 درجة مئوية، بينما الناصرية الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس هي 50 درجة مئوية. الله يكون بعونه هن بالناصرية. طبعا هي ماكو فرق، ال 49 من ال 50 يعني أبدا ماكو فرق، نفس الحرارة الله وكيلكم. البصرة الاثنين 49، بينما الثلاثاء والأربعاء والخميس 51 درجة مئوية. وما أعرف لحد الآن إحنا ليش نفضل إنه بدال ما نشرب العصير الطازج البارد اللي بيثلج نشرب شاي، ما أعرف. خلينا نشوف المنشور اللي بعده، المتنبئ الجوي صادق العطية. هذا دائما ما المواطنين أو في السوشيال ميديا دائما ما يذهبون إلى هذه الصفحة بالتحديد، لأنه متنبئ جوي معتمد لدى العراق، نشر بصفحته الرسمية منشور يقول: السؤال هنا، أكو صيف مر على العراق وعشنا أيام ربيع وجو بديع، ما هذه الضجة حول حرارة الأجواء؟ وكأننا نعيش في القطب الشمالي والناس حفرة ملاجئ. يقول ماكو صيف، يعني يقول اكو صيف مر على العراق وعشنا ايام ربيع وجو بديع. يعني ايام ربيع وجو بديع انا هاي سامعها يعني بفيلم، ما اعرف بمسلسل، بس ما شايفها بالعراق ابدا، خصوصا في فصل الصيف. يعني ما اعرف، والناس حفرة ملاجئ، ممكن الملجأ يكون ابرد. خلينا نشوف التعليقات حول هذا المنشور اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا. بعض التعليقات على هذا المنشور من قبل المتنبئ الجوي صادق العطية. هنالك صفحة اسمها تلسكوب العراق، هذه الصفحة نشرت تعليق مفاده يقول: استاذ صادق، فعلا اكو تغيير بس مو بدرجات الحرارة، يمكن درجة واحدة او اثنين. التغيير صار انه الموجات الحارة تستمر اكثر من قبل. وقرأت تقرير من وكالة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA، يتوقعون أنه راح تزداد بنسبة ملحوظة أكثر ومؤثرة في السنوات القادمة. أما التعليق
اللي بعده من علياء الحمدون. تقول إيه والله أنا هم مستغربة، اللي يقول الحر أول طيحته بس صايرة الناس بزر تشكليت. بزر تشكليت؟ ليش أنت يا علياء تتحملين هذا الحر؟ إذا أنت تتحملين هذا الحر ما أعرف. خلينا نشوف التعليق اللي بعده من عمر محمود، يقول ماكو مبالغة بس الصيف من صدق صار قاسي، قاسي جدا مو مثل قبل، حالة قلة أو انعدام الأكسجين ما كانت موجودة قبل. هاي بعد ما أعرف، إراد تعطيني تقرير بهذا الموضوع. خلينا نشوف آخر تعليق أو التعليق اللي بعده، يقول طريق العلوم، اسمه طريق العلوم، يقول بسبب الاحتباس الحراري ونقصان بالتشجير وكثرة السبالت والمكيفات والسيارات اللي سببت تلوث بالجو، هذه كلهن عوامل ساعدت هذا الصيف على أن يكون الأشد مو بس بالعراق، بالكرة الأرضية كلها جاي تغلي وإحنا أيضا جاي نغلي. خلينا نشوف تعليق اللي بعده اللي هو آخر تعليق من أحمد، يقول مثل سالفة الكهرباء شعب مصدوم من الانطفاء، ولا كأنه هذا حال العراق منذ تأسيسه، هي الكهرباء مهجومة من صرنا لحد الآن. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع ارتفاع درجات الحرارة وأيضا الكهرباء. طبعا مثل ما شفتوا التعليقات كانت متباينة ومختلفة حول هذا الموضوع. خلينا نشوف أيضا عندنا من صفحة يلا، يقول تقرير، هم نشروا تقرير يقول هربا من ضيم الصيف، يعني يردون يرحون العراقيين من الصيف الحار، شباب سامراء يلجؤون للمسابح أو للمسبح الوحيد في المدينة، هل يقلل من نسب الغرق؟ مطالبات بمسابح أخرى في المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وإغلاق نهر دجلة أمام أبناء المدينة، يتجه عشرات الشباب والأطفال للسباحة في مسبح مدينة سامراء. طبعاً بالمناسبة الشباب من يشوفون درجات الحرارة المرتفعة يلجؤون إلى المسابح أو الأنهر. طبعاً بالمناسبة هذا الموضوع جاي يتسبب بكثير من حالات الغرق للأسف اللي يروح ضحيتها شبابنا من العراقيين، يلجأ من الحر يروح للمسبح أو يروح إلى النهر يسبح في أحد الأنهر فبالنهاية يغرق. فهنا المشكلة اللي ما لقينا لها حل ابدا. خلينا نشوف ايضا شنو عندنا، يقول امير جندي بالصفحه الرسميه له بالفيسبوك، يقول الاخوه الاعزاء في اداره المدينه المائيه في الكوت والمسابح في الاقضيه بعد التحيه والاحترام. اوكي تعليق، يعني خلينا نشوف شو يريد من هذا المنشور. يقول نظرا لكثره حالات الغرق اللي تاخذ ارواح شبابنا بين الفتره والاخرى بسبب حراره الصيف اللاهب اثناء نزولهم الى الانهر المحاطه بمحافظاتنا العزيزه، نطالبكم بتخفيض سعر التذكره اللي ادنى حد الى ادنى حد حرصا منا ومنكم على ابناء مدينتنا وانتم اهلا لها. ملخص الكلام أمير يقول يا أخوان الشباب حتى ما تروح تسبح بالنهر، لو تروح تلقاله يعني رافد لو شو تسبح به وتغرق، قللوا من التكلفة سعر التذكرة مال المسبح. وبصراحة أجد أنه هذا التعليق تعليق مهم جدا. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده بخصوص هذا الموضوع. بطبعه يحمل الشخصية، شخصية التحدي، يعني عنده تشالنج هذا التحدي. نعم. دائما
يعني المواطن العراقي الذي يعني عانى ما عانى منذ أكثر من 4 عقود خلت، لا أعتقد أنه يخشى من لظى ومن أشعة الشمس. المواطن العراقي لا يؤمن ب... يعتبر مثل هكذا تحذيرات تندرج تحت شبهة الدعاية والإشاعة. لذلك الأنواع الجوية حذرت بما لا يقبل الشك من ارتفاع منسوب الأشعة فوق البنفسجية، هذا يهدد أنسجة الجلد والعين ويسبب الجفاف للعين ويسبب يعني تيومر كانسر سكن لجلد الإنسان. فلذلك هناك تحذيرات بينة وواضحة من قبل أنواع. فأعتقد أنه نصيحة لكل العوائل الكريمة بأنها تؤجل خروجها في تحت لظى الشمس اللاهبة في وقت الظهيرة إلى وقت آخر يكون أنسب لها. مثل ما سمعنا، المواطن العراقي يحمل شخصية التحدي ضد ارتفاع درجات الحرارة المبالغ بها. طبعاً مشاهدين الكرام، هذا آخر ما لدينا في منصة الفيسبوك. فاصل قصير ومنصة أخرى، خليكم ويانا، ترحون بعيد. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في منصة أخرى ومواضيع أخرى اللي هي أيضاً تخص الترندات أو الأحداث اللي تنتشر بصورة كبيرة جداً. ما لدينا في منصة الانستغرام أيضاً مواضيع مهمة جداً، من ضمن هذه المواضيع اللي راح نتحدث عليها هي أشياء تخص يعني الحدث الأبرز. خلينا نشوف شنو عندنا في هذه المنصة. مثل ما تشوفون العراقيين بموسم عيد، فالعيد ممكن يصير به سفر، والسفر يكون أما خارج العراق أو بالداخل، فيلجأ العراقيون إلى المحافظات الشمالية اللي هي من المفترض أنه هي محافظات عراقية. ولكن مثل ما شاهدنا بالفيديو، سيطرة أربيل كل هاي الذلة على مود الدخول، وانتوا شاهدتوا الفيديو شنو الناس اللي جاي يصير وياها من ازدحام ومدافع ومضارب، والله بس على مود يدخل إلى أربيل. طبعا هذا في سيطرة أربيل. خلينا نشوف التعليقات على هذا الفيديو اللي أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا تعليقات أبرزها يقول: التنقل بين دول أوروبا بدون أي عوائق، بينما تروح إلى أربيل أو سليمانية كأنما رايح لغير دولة، وهم رواتبهم ياخذوها من عندنا. تعليق منطقي، أنا ما أقدر هسه أتعاند وياه. لذلك خلينا نشوف التعليق اللي بعده. تيم تركي، تيم أنت تركي؟ أنت عراقي، زين ليش تركي يعني مثلا؟ يعني ليش مسمي نفسك تيم تركي؟ ما أعرف. يقول: ما مجبورين ترحون بأوقات مناسبات، لو تطلعون قبل العيد لو بعد العيد، يعني لا تدوسون ببطن الشيطان وتقولون اسم الله. زين هو بكيفك يعني الواحد يتحرك؟ كيفك الواحد يروح سفرة لو لا؟ ممكن تفهمني هالموضوع؟ يعني شنو؟ شلون يروح ورا العيد؟ ممكن سؤال؟ ورا العيد شنو اللذة من السفرة اللي هي ورا العيد؟ زين شلون يسافر قبل العيد؟ انت يعني ما تعرف قبل العيد اكو دوام؟ بالعيد تجي اجازة العيد؟ يعني شنو هذا التعليق يعني؟ ما اعرف. لذلك خلينا نشوف التعليق اللي بعده من يا اخي هاي اليوزرات مالتكم شوي خففوا علينا يعني شوية، ما اعرف يوزر. يقول: مع الاسف وبغداد والمحافظات مفتوحة لهم بدون قيد او شرط، يجب التعامل بالمثل. هذا هو التعليق. طبعا ايضا لدينا تعليق اخير يقول: لو كل واحد معتني بمنطقتهم
لا صارت أفضل من أربيل. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا. خلينا نشوف أيضا شنو عندنا في هذا الموضوع. طبعا بعد ما يتم السفر إلى المحافظات الشمالية، إلى أربيل أو سليمانية أو إقليم كردستان بصورة عامة، ماذا يتم بعدها؟ احتراق باص ينقل 21 سائحا في السليمانية. واللي ما شاف الفيديو اللي أيضا كان ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، خلي نشاهد الفيديو كيفية احتراق هذا الباص. مثل ما شاهدتوا احتراق باص ينقل مسافرين عراقيين من بغداد أو من إحدى المحافظات في السليمانية، الله يرحمهم، هربوا من حرارة الصيف وهربوا من الازدحامات وعندهم عطلة، فقرروا أنه يذهبون إلى الإقليم. ولكن للأسف يعني هذا الموضوع مؤثر، لأنه أكو شركات ممكن حتى غير مجازة، يعني ما أعرف شنو الحل بهذا الموضوع. وأتمنى من الجهات المعنية أنه يتم يعني تصير أكو رقابة على هذا الموضوع. خلي نشوف الفيديو اللي بعده. المشكلة القانون، يعني قانون العقوبة اللي احنا سعينا ومشكورين الهيئة أعضاء مجلس النواب، نريد نشرع قانون عقوبات جديد، يعني يكون مو يعني موالم للتطور اللي صار واللي زي. غرامات وال يعني هاي فد مشكلة. غرامة الشركة المجازة، العفو غير مجازة، 500,000 دينار غرامة الشركة هاي غير المجازة، 500,000 دينار هذا أقصى حد هذا، ويرجع يفتح. هو طبعا هذا بغض النظر أنه ورا ساعتين أو ورا ثلاثة أيام أو ورا أسبوع حيرجع يفتح، إذا مو بمكان الفلاني غير مكان الفلاني. خوش بشرة جاي تبشرنا، يعني هسه تم إغلاق 190 شركة تقريبا خلال الأسبوع الماضي، إذا الأسبوع القادم حيرجعون يفتحون. هي هاي المشكلة، احنا نسعى جاهدين ويرجع يفتح. نسعى جاهدين نسعى جاهدين ويا هيئة السياحة والقوات الأرض الماسكة بالنسبة للأماكن الموجودين اللي بيها هم والجهات الأمنية بهذا الموضوع. لكن قلت لك القانون أقصى عقوبة 500,000 دينار. عدد الشركات الغير مجازة يبلغ 400 شركة. وأنا 400 شركة غير مجازة، هذا موضوع ترى يفوق الخيال. وبسبب هذه الشركات شاهدنا احتراق الباص، وشاهدنا احيانا حتى يتم عمليه السرقه والنصب والاحتيال على المواطنين العراقيين. طبعا مثل ما ايضا سمعتوا بالفيديو وشفتوا انه عدد الشركات المجازه قد يكون هو يعني 1000 شركه، ولكن الغير مجازه 400 شركه. والله ما اعرف. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. الظاهر ما ناويين نعيد، يعني بالسليمانية احتراق منشأة قل مسافرين، بالبصرة احتراق أحد المولات الشهيرة في محافظة البصرة اللي هو مول شنشل، وطبعا أيضا المحلات والأبنية اللي مجاورة لهذا المول أيضا يعني احترق جزء كبير منهن. يبدو أن العراقيين ليس عليهم أن يفرحوا، ما أعرف يعني بسليمانية حريق، بالبصرة حريق، ويعني وين ما ترحون هي منا حارة الدنيا، وهي أصلاً منا يصير حريق. خلينا نشوف شنو
عندنا بعد هذا الفيديو. ولكن العيد يبقى عيد ويا العراقيين، سواء كان اكو حريق او كان اكو يعني حادث او شيء، العيد يبقى عيد عند العراقيين. ومثل ما شاهدنا بالفيديو الاطفال اللي يروحون لساحات الملاعب. طبعا هذا كان اخر ما لدينا في فقره انستغرام. فاصل قصير وفقره الاكس، تروحون بعيد، راجعين لكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في منصة الاكس، المنصة الاكثر رواجا وانتشارا للاخبار والهاشتاجات اللي موجودة في هذه المنصة. انتشر هاشتاج بشكل كبير جدا في هذه المنصة تحت عنوان ذكرى إعدام الطاغية أو ذكرى إعدام صدام. هذا الهاشتاج انتشر بصورة كبيرة جدا في منصة الإكس. هو يوم إعدام طاغية، الطاغية اللي هو يعني عندما تم إعدامه تحرر العراقيين، بل يعني واحد ما أعرف شلون يعبر عن ما في داخله، اللي عدم أجداده واللي عدم إخوانه واللي عدم آباء وأمهات ونساء وقتل ويتم، نظام دكتاتوري بائد. يقول محمد الشمري في تغريدته: المسلم ما نقول إلا الله يرحمه، ولكن صدام عاث في الأرض فسادا، قتل أهلك، دمر الشعب العراقي والعراق الكبير، حارب ولا أمرنا وجيراننا، شرد روح الكثير وروح النساء وأطفال جيرانه، والجار لا يروح نساء جاره، ومن أؤتمن به حتى بالجاهلية. ذكرى هلاك صدام، ذكرى إعدام صدام. هذه كانت التغريدة الأولى. التغريدة الثانية من ناصر علي العراقي، يقول: هذا اليوم فرح به كل عراقي حر وغيور وشريف، وحزن به كل سفيه وتافه ومستعرب ومتصهين. والله يا ناصر، نعم أنا أتفق مع مجمل ما ذكرت. هذا اليوم هو يوم إعدام الطاغية، لذلك هو يوم مهم جدا للعراقيين. خلينا نشوف التغريدة اللي بعدها. سيد علاء، سيد علاء ما شاء الله، عندنا سيد علاء بالتغريدة وعندنا سيد علاء بالاستوديو. يقول: اللعين صدام حسين وابن عدي وكلابهم وخنازيرهم اعتدوا على شرف عراقيات، فنرى العراقيين الشرفاء يفرحون في عيد إعدام صدام، أما أبناء تلك الاعتداءات فيحزنون. عيد الأضحى مبارك على الشرفاء، أعاده الله عليكم بالخير والعافية والأمن والأمان. والله يا سيد علاء أحسنت على هذه التغريدة، تغريدة مهمة. نعم، وبالمناسبة يمكن نسينا نعايدكم، يلا كل عام أنتم بخير. خلي نشوف أيضا التغريدة الأخرى. يقول: محاكمة ابن العوجة التكريتي وصدور قرار حكم الإعدام بحقه، ومن ثم توقيع القرار وصولا إلى تنفيذه، كلها مناسبات تاريخية عظيمة بحياة كل مواطن عراقي شريف. عيد إعدام صدام. والله وحتى الهاشتاج حلو، يعني يخليك يعني تعلق، يخليك تكتب، تغرد مفردات يعني جميلة ما شاء الله. يعني بصراحة هذا الموضوع موضوع مهم وحساس لدى كل العراقيين، لأنه هذا الطاغية
يعني دمر وسوى ما سوى بالشعب العراقي. فالهلاك إلى ولكل أعوانه ولكل من ساعد وساهم في دمار العراق في كل الأزمان. بالنهاية العراقيين شعب يحب الحياة، شعب خير، شعب علم الناس القراءة والكتابة منذ قديم الزمان، لا اليوم ولا البارحة. بلد عمره وحضارته قبل 7000 سنة يا أخوان، بلد الأنبياء والمرسلين، بلد الأئمة المعصومين، هذا هو العراق. طبعا هذا آخر ما لدينا في منصة الإكس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، وهمين أكرر وأقول لا ترحون بعيد، راجع لكم بسرعة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة القصة. وقصة الحدث هذه هي قصة مهمة جدا، راح نروي لكم تفاصيلها بشكل قصير قبل لا نظهر ما لدينا من مواد. القصة باختصار، أمريكا اللي دائمة التدخل في شؤون العراق قررت أنه ترشح سفيرة، وهذه السفيرة قررت أنه تطلع وتتحدث وظهرت لوسائل الإعلام وانتشرت تصريحاتها بشكل كبير جدا. لنرى ما لدينا. قالت تريسي آن جيكوبسون خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية، قالت إنها ستستخدم حزمة كاملة من الأدوات السياسية لمواجهة نفوذ الجماعات المدعومة من إيران في العراق. نحن ندرك أن التهديد الرئيسي لاستقرار العراق وسيادته هي الميليشيات المتحالفة مع إيران، وتتلقى هذه الجماعات الأسلحة والتدريب وغيرها من إيران، وتستخدم أسلحتها وأموالها لتعزيز نفوذ إيران في العراق. إذا تم تعييني فسأستخدم حزمة كاملة من أدوات السياسة الأمريكية لمواجهة هذه الجماعات ووقف نفوذ إيران، وسأعمل على تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة حتى لا تتمكن إيران من استخدام الطاقة كسلاح ضد العراق، وسأدعم العمل المهم الذي تقوم به وزارة الخزانة لتحديث القطاع المالي في العراق وربطه بالنظام المالي الدولي، مما يؤدي إلى تآكل قدرة إيران على الاستفادة من البنوك العراقية. هاي بعدهم ما معينيك، بعدهم ما معينيك وبديت تصرحين. زين انت شعليك؟ شنو دخلك بالعراق وعلاقته بإيران؟ أحد قال لك يابا أريد منك تدخل؟ أنت بعدك مجرد سفيرة مرشحة لسفير راح يروح. بديتي تصرحين، لا بل بديتي انه بتصريحاتك ثيرين مشاكل. ما اعرف يعني، مو احنا دائما ما نحذر يا اخوان؟ يا اخوان هذا البلد ما يحب الخير وما يريد الخير للعراقيين، بس ما حد يصدق، دائما ما نتحدث. زين شنو علاقة السفيرة المرشحة بعلاقة العراق وإيران؟ يعني سفيرة أمريكية مرشحة انه تجي بالعراق، شنو علاقتها بالعلاقة ما بين العراق والجمهورية الإسلامية كدول جارة فيما بينهم مصالح مشتركة كثيرة؟ ما حد يعرف. خلينا نشوف أيضا الفيديو اللي بعده. يعني هسه الاتفاق مع رئيس الوزراء وياهم اللي صار هذا انضرب عرض الحائط. هذه الحالة انضرب. ضرب عرض الحائط في هذه الحالة مع هذه التصريحات. نعم ضرب عرض الحائط. يعني الأمريكان الآن ضربوا اتفاقهم مع السودان على عرض الحائط. كل ما ذهب به العراق من اتفاقيات اقتصادية وذهب نحو الشراكة والشراكة المستدامة والاتفاق مع الشركات، هذا كله بالكامل تحول إلى إعادة عسكرة من جديد. يعني إحنا الآن أمام سياسة أمريكية جديدة لا تريد أن يكون الوضع الحالي كما هو عليه الآن. وهذه الخطورة بأن توضع الحكومة في هذا المأزق ما بين أنه أما أن تكون معي وأن تكون ضدي، وهذا خطر. هم شنو كانوا متفقين عليه مع السوداني؟ ذهاب رئيس الوزراء أن تحويل العلاقة. أنا أريد الاتفاق، ما أريد الحكي اللي قاله. لا لا نعم، هو الاتفاق كالتالي، أن تتحول موضوع الوجود العسكري يتحول إلى اللجنة العسكرية اللي شكلها. اللجنة العسكرية حددت
ايش قالت؟ قالت احنا يابا جدوله الانسحاب مع وجود عسكري للقوات الامريكيه بعد ما نحتاج، نحتاج شنو؟ المعلومات التبادل المعلومات ما يمتلكه تمتلك الاداره الامريكيه من معلومات عن تنظيم داعش، هذا اول. ثانيا الطائرات العراقيه تحتاج الى المسيرات الامريكيه بتحديد الاهداف فقط، هذا في مساله التدريب حتى احنا عندنا اكتفاء كامل في هذا المجال. بالتالي انه عمليه تنظيم ما ذكر انه حتى الذهاب الى واشنطن لن يتم الا بعد ان نكون نضمن جدوله انسحاب للقوات الامريكيه على طريقه 2011. مثل ما شاهدنا احنا وياكم هذا الفيديو من يعني برنامج حديث العراق الذي يبث عبر قناه الايام الفضائيه. الموضوع واضح اخوان، تدخل امريكا بالعراق يعني ما إلى فد مبرر ولا مسوق قانوني، يعني ماكو، مستحيل انه ممكن تقدر تقول يعني سفيره، مجرد سفيره مرشحه تجي وتتحدث بهذا الحديث. بصراحه الموضوع غريب، ولكن خلينا نشوف التغريده اللي بعد هذا الفيديو، ايضا هي مهمه جدا من خالد اليعقوبي. طبعا بالمناسبه خالد اليعقوبي هو المستشار الأمني لرئيس الوزراء، يقول استمعنا لجلسة الاستماع الخاصة بالمرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق وما فيها من عدم فهم واضح للعراق الجديد المتعافي وتدخلا في شؤونه الداخلية والإساءة إلى جيرانه، وعلى السيدة المرشحة أن تعي حقيقة واضحة أن جملة مما تحدثت به لا يتناسب مع ومهام عملها الجديد، وأن مهمتها المرتقبة محددة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية الواضحة، ونتطلع إلى أداء يعزز العلاقة الجيدة بين البلدين، خصوصا وأننا مقبلين على علاقات ثنائية تصون التضحيات العظيمة التي قدمت للانتصار على الإرهاب. هذه كانت تغريدة من المستشار الأمني لرئيس الوزراء خالد اليعقوبي. طبعا يعني نقدر نعتبره تصريح رسمي، لأنه بصراحة هو اعتبره تدخل وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق، ولكن نحن حذرنا منذ زمن بعيد، وفي تصريح سابق لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور الشيخ إمام حمودي كان له تصريح بهذا الموضوع. خلي نشوف التصريح ونرجع نسولف. طرحت شعار أو مشروع حي على الكرامة، بلد بهذه العظمة أمواله ليست بيده، هذه قصة يعني ما صايرة مثل الإنجليزين دخلون عصبة الأمم واخذوا نفطنا، نذهب إلى التعددية في الاستخدام بيع النفط مو كله دولار، أن نذهب نفط مقابل أعمار مباشرة مهم يتحول دولار والدولار يروح للأمريكان ثم الأمريكان ينطوا للصينيين، نفس الشيء ما سوى. وثالثا ندخل المحاكم نشوف من اللي يطلبنا وعلى أساس هذا الطلب حتى نخلص من هذا من هذه شو يسميه العبودية في أموالنا وفي هذا المشروع. هو هذا حي على الكرامة بعد كافي. اذا هاي رؤية للتعامل مع الدولار بشكل عام مو بس على التعامل الاقتصادي والمالي. حي على الكرامة، هذه التصريحات اطلقها الدكتور الشيخ إمام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في وقت سابق، يعني تم تحذير العراقيين في وقت سابق، يا ناس يا عالم ترى أكو من راح يبقى يتدخل في شؤونكم الداخلية، فأخذوا الحذر، أخذوا الحذر. لذلك ما لها علاقة السفيرة والسفير أيا كان، أمريكا بشكل عام ما لها علاقة تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق. هذا آخر ما لدينا في هذه الفقرة اللي هي فقرة القصة والحدث اللي كان يخص التدخل السافر من قبل الشخصيات السياسية في الشأن العراقي، طبعا السياسيين الأمريكان بصورة عامة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها
لفقرة جديدة وضيف جديد. خليكم ويانا، لا تروحون بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة جديدة، والفقرة الأهم فقرة قصة النجاح. وقبل لا نتعرف على ضيف أو ضيفة هذه الفقرة، خلينا نشوف الفيديو التعريفي وبعدها نرجع ونسولف وياكم. رسل علي مواليد 98 بكالوريوس جامعة بغداد كلية التربية الرياضية. الكل يتوقع عندي سرطان بالجلد. سنة 2017 كان عمري 19 سنة، كنت مرحلة أولى، اكتشفت عندي سرطان بالدم تشخيص AML. أخذت جرعة كيماوية لمدة 6 شهور، بعدها سويت عملية زرع نخاع، أختي تبرعت لي بالخلايا الجذعية. ومريت بمرحلة ما بعد الزرع، إيش قد ما يقولون مرحلة الجرعة الكيماوية صعبة، لكن المرحلة اللي مريت بها بعد زرع النخاع كانت أصعب بهواي. مع العلم من إن العملية نجحت 100%، لكن بدأت تصير عندي هواي انتكاسات ومن ضمنها رفض الجلد. بعدها صارت عندي تقرحات بالفم، أي تسلخات لمدة سنة كاملة، تقرحات بالقرنية لمدة 3 أشهر أنا ما أشوف. وبسبب كمية العلاجات اللي كنت أشربها، تقريبا كنت أشرب 42 حباية باليوم، بدأت تصير عندي هشاشة بالعظام، وظليت مقعدة على الكرسي المتحرك لمدة سنة كاملة. وبعد فترة صار عندي التهاب الكبد الفيروسي نوع سي وعالجته، صار عندي ماي عقل وعالجته وظليت بالإنعاش لمدة أسبوع. الحمد لله والشكر هاي أنا قدامكم، أظن كل اللي مريت بي والأيام الصعبة إجا اليوم اللي أوصل بي رسالتي بالحياة، وقدرت أغير نظرة الناس عن السرطان ولا 1%. كل الأيام الصعبة اللي نمر بيها تزيدنا إيمان بالله وتقوينا، وتذكروا دائما ما جاءت الأيام الصعبة إلا بتصنعنا. قصة النجاح كانت رسل علي، هذه القصة اللي قدرت تتخطى من خلالها العديد والعديد من الأشياء، وقصة ملهمة. راح نتعرف على صاحبة هذه القصة وتفاصيل هذه القصة اللي راح تنضم ويانا، رسل علي من بغداد. حياك الله يا رسل، أهلا وسهلا بيك في قناة الأيام الفضائية، ضيفة عزيزة. كرار شلون الصحة؟ والله احنا بخير، كل عام وانتم بخير وايامك سعيدة ويا رب الصحة والسلامة لك وللأهل. اهلا وسهلا بك كرار، شلون الصحة؟ وانت بألف خير، ينعاد عليك كل سنة وكل عام بالصحة والعافية وتحقيق كل اللي تتمنى. شكرا جزيلا. طبعا رسل، احنا شفنا الفيديو الملخص عن قصة رسل علي، ولكن أريد أعرف من هي رسل علي باختصار. أنا رسل علي، عمري 26 سنة، تحصيلي الدراسي بكالوريوس جامعة بغداد كلية التربية الرياضية. بسنة 2017 بدأت تصير عندي أعراض غريبة. أنا كنت بوقتها مرحلة أولى جامعة بغداد بالتربية الرياضية، فبدأت تصير عندي أعراض غريبة، يعني أنه من أصعد الدرجة أتعب، يصير عندي خفقان، ما أشتهي الأكل، بدأ ينزل وزني بصورة مو طبيعية. فسويت تحاليل وفحوصات، رحنا بوقتها دكتور أمراض دم. أول ما شاف التحاليل يعني تبين عندي نسبة الدم نازلة والصفائح الدموية كلها نازلة والمناعة نازلة، فرأساً الدكتور شك إنه عندي لوكيميا، بس إنه قال إنه لازم أخذ لك خزعة نخاع حتى أتأكد 100% إذا عندك لوكيميا لو لا. زين، سويت خزعة النخاع، طلع عندي لوكيميا بالدم تشخيص AML. من اكتشفت عندي هذا المرض انه وقفت دراستي. انا كنت مخلصه المرحله الاولى بوقتها، يعني امتحانات نهايه السنه وبقالي امتحان واحد. زين، فمن اخذت خزعه النخاع كان باقي لي امتحان واحد، سويت الخزعه وبقيت محمله للسنه اللخ الامتحان اللي بقى علي. ما شاء الله. فاخذت الجرعة كيماويه لمده 6 اشهر، اخذتها بمدينة الطب بالطابق السابع. بعدها قال لي الدكتور، يعني بعد ما خلصت الجرعة الكيماوية وسويت خزعة النخاع، طلع انه
أنا بعد إنسانة طبيعية ونسبة يعني السرطان عندي نسبة كلش نازلة صايرة مثل الإنسان الطبيعي لأن أصلا الإنسان الطبيعي تكون عنده خلايا سرطانية بس نسبتها 2% أشياء شيء كلش قليل. فقال لي الدكتور أنت مخيرة يا أما تسوين عملية زرع نخاع وتتخلصين من المرض نهائيا يا أما تبقين ما تسوين عملية زرع نخاع واحتمال يرجع لك السرطان واحتمال ما يرجع لك. تبقين على الاحتمالية. فبعد ما تشاورت ويا اهلي وهذه قررنا انه نسوي عمليه زرع نخاع. زين سويت مطابقه اني واخواني حتى واحد من عندهم يتبرع لي بالنخاع. سافرت التركية اختي تبرعت لي بالنخاع وسويت العمليه الحمد لله والشكر. لكن بعد العمليه بدات تصير عندي اعراض كلش غريبه، بدات تصير عندي رفض الجلد، بدات تصير عندي هواي من الاعراض يعني قد ما يقولون الكيماوي شلون قدرتي رسول شلون قدرتي تتخطين هاي الأعراض وهاي الصعوبات؟ المرحلة اللي بعد زرع النخاع كانت أصعب بهواية بحيث يعني هذه الصعوبات اللي واجهتيها يعني صراحة فضل أهلي يعني. أكثر شيء كان يقويني ماما وبابا. يعني صعبة أنت من تشوف شخص غالي على قلبك إنه ينكسر. بس الصوت رسل راح اعيد لك السؤال، نريد نعرف الصعوبات اللي واجهتيها. نعم نعم انا اسمعك. الصعوبات اللي واجهتيها نريد نعرف شلون قدرتي انه تتخطيها. تمام. اكيد هذا الصعوبات اللي قدرت اتخطاها كلها بفضل اهلي. يعني صعب كلش صعب علي من كنت اشوف ماما وبابا انه يتاذون بسببي يتوجعون بسببي انه اشوف دموعهم وهذا الشيء بسببي. فكان كل دمعه تنزل من عين ماما وبابا كان السبب انه اني اتحمل واصبر واتحمل كل اللي يصير بي الخاطر شخص عزيز على قلبي. زين رسول قصتك وقصة يعني شفائك من هذا المرض هي قصة ملهمة وقصة يعني يجب على الجميع أنه يتخذ من عندها درس لمواصلة حياته لمواصلة الكثير من الأمور. خليني أعرف شنو الرسالة اللي قدرتي تقدميها للشباب أو البنات أو حتى لي يعني المصابين بهذه الأمراض اللي هي صعبة وخطرة ولكن قدرنا نشوف قصص مثلك انه تقدر تتخطى هذه الامراض. انا دائما اقول ماكو شيء صعب لان رب العالمين يعرف كل انسان وشنو طاقته وشنو قدره تحمله. رب العالمين ما راح يعطيني شيء انا ما اقدر عليه. فالحمد لله والشكر. كل إنسان يحتاج إنه يكون عنده إيمان وعنده قوة وعنده إرادة إنه هذا الشيء إنه فترة وراح تعدي. مثل الامتحان السادس قد ما نقول إنه الامتحانات السادس صعبة فهذا الشيء اعتبرته اختبار وامتحان إلي وإنه أنا لازم أعدي. خليت قدامي أهداف، خليت قدامي مو هدف واحد 10 أهداف حتى أقدر أوصل للشيء اللي أريده. زين رسول خليني أعرف هل أكو يعني من ناس مرضى بهذا المرض يعني حاجوك تواصلوا وياك قدرتي تقدمي لهم النصائح؟ يعني احنا نشوف دائما الفيديوهات اللي تنشريها بمواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مؤثرة وبها أشياء بها فائدة كثيرة، ولكن أكو أحد من الناس اليوم إذا واحد تأثر بإنسان هذه ممكن نقول احنا نجاح. منو اللي تأثر؟ يعني تواصلون وياك الناس اللي مصابين بهذا المرض، شنو نصيحتك لهم دائما تكون؟ طبعا
طبعا هوايه يتواصلون معي على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مو بس مرضى سرطان، انه اني رغم معاناتي ورغم يعني اني ظليت اصلا اجت فتره ما اشوف واجت فتره ما امشي واجت فتره يعني فتره كلش صعبه علي، لكن قدرت اتعدان ورجعت وخلصت دراستي وبعد هاي المعاناه كملت دراستي وتخرجت. اكو هواي يدخلوا لي يقولوا لي انه احنا ما عشنا الظروف اللي عشتيها انت بس انت قدرتي تخلصين دراستك وقدرتي تحققين حلمك، واحنا بسببك احنا راح ندخل نكمل دراستنا ونكمل مستقبلنا. واكو هواي من المرضى يعني انه ضروري بما انه اني تعرضت المرض كسرطان انه اقدم رسالتي للمقابيلي مثلا المرضى اللي بعدهم هسه، مثلا المرضى اللي بعدهم هستهم يعني مكتشفين المرض، ضروري انه اني اكون يمهم واوصل لهم انه اني جت فتره مريت باللي انتم مريتوا بي وقدرت اتعدى وقدرت اتخطى، وشوفوني هاي اني قدامكم متشافيه من المرض. وحتى من اروح للمستشفى صراحه دائما احب اروح يم المرضى اللي هسه هم اكتشفوا عندهم سرطان حتى اقول لهم انه اني شوفوني اني تشافيت من المرض وراح يجي يوم وانتم تصيرون مثلي. اكيد لان ضروري محتاجين هذا الشيء، واهاليتهم محتاجين هذا الشيء اكثر من عندهم هم. اكيد 100% رسل. بعد نجاحك اكيد عندك طموحات بعدك يعني او احلام بعدك ما محققتها، شنو طموحك المستقبلي او بالفتره القريبه يعني؟ اكيد طموحي انه اني اصلا بعد ما صار عندي رفض الجلد فاستخدمت منتجات بشره طبيعيه وكنديه هذه المنتجات، بس هي صاحبه الشركه عراقيه، اخذت الوكاله اني بالعراق، فان شاء الله تصير الوكاله مالتي براند وكل شيء يصير براند عالمي ان شاء الله. اكيد طبعا واحب انه الكل يستفاد، لان اني من ان البنات اللي صارت عندي مشاكل ببشرتي بسبب العلاجات الغلط اللي كنت استخدمها لبشرتي، بشرتي انتكست بالازياد. يعني اكيد رسول احنا نتمنى هذا الشيء ونتمنى انه البراند ينجح واللي يكون باسمك، لانه بالنهايه اي نجاح تحققيه انت هذا راح يكون رساله مهمه جدا. خليني اعرف شنو رسالتك الاخيره اللي تحبين تقدميها من خلال شاشه قناه الايام الفضائيه لكل متابعيك اللي جاي يشاهدوك حاليا. طبعا البراند هو براند بيوتي وذ ياسمين، هو مو باسمي هو باسم الشركه بس انا ماخذه الوكاله. اما رسالتي رسالتي للجميع بصوره عامه انه مهما يكون عندك، مهما تمر بظروف، مهما تمر بمصاعب، خلي عندك امل انه كل شيء راح ينحل وما ضاقت الا فرجت. وخلوني اني اكبر مثال لكم، ايش قد ما ضاقت بي، ايش قد ما اشتدت بي الدنيا، قدرت احقق ولو حلم بسيط من احلامي، والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. نتمنى لك الموفقيه يا رسل والنجاح في الايام القادمه. شكرا الى العزيزه رسل اللي بصراحه كانت قصتها وقصه نجاحها هي ملهمه جدا لكل الناس، ونتمنى النجاح والموفقيه لرسل في المستقبل. مشاهدينا الكرام، من قصه النجاح المبهجة والمفرحة نوصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاك. حتى ألتقيكم في الحلقات القادمة، نقولكم في مالا.